أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن ترحيب دولة الكويت بما توصلت إليه حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية من اتفاق سلام ينهي حالة الصراع بين الطرفين بما يقود نحو تحقيق السلام الدائم في إثيوبيا. وكما أعربت الوزارة عن الأمل في أن يلتزم طرفي الاتفاق بما ورد فيه مشيدة بما تضمنه الاتفاق من تأكيد على السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية وحماية العاملين فيها. هذا ونوهت وزارة الخارجية إلى تقدير دولة الكويت لجهود الاتحاد الإفريقي والدور الذي قامت به جمهورية جنوب إفريقيا في استضافة المحادثات بين طرفي الخلاف والإعلان عن هذا الاتفاق.